دلوقتي انا ماسك السناره في ايدي هنا بسبب البكره مفتوحه، احد باي طاير بالطعم. تسحب تمشي بقى لجوه، وده شغال ال قاعدين قاعدين. هيجي معايا اوعى تيجي. شايف الحته ديت كده؟ ده زي ما عارفين الوقت ليل، وما بنطلعش الوقت ده الا عشان نصطاد وحوش سمكة القرش. شايفين القرش السن قد ايه؟ طبعا برضو حجم كبير. بس كده اوه شايف الحته. بسم الله ما شاء الله يعني مدلعين القرش. دلوقتي بقى هوريكم احنا اصلا هنرمي ده دلوقتي ازاي. حاجة طريقة أول مرة أجربها، فتعالوا نشوف هتشتغل معانا الأول ولا لا. تعالوا أوريكم الدرون يا جماعة، هنستخدم الدرون عشان يرمينا الطعم جوه، فتعالوا نشوف الطريقة دي هتشتغل ولا لا. أول مرة أصطاد قروش بالدرون، لو اشتغل هكون متفاجئ. فيلا نبطل الكلام ونبدأ بقى نصطاد. دلوقتي أنا ماسك السنارة في إيدي هنا بسبب البكرة مفتوحة، أحد باي طاير بالطعم. تسحب تمشي بقى لجوه، وده شغال ال احنا شغالينها بالدراع. ان شاء الله ده لازم نصطاد قروش. بس كده احنا بنتكي على الزرار. سامع الصوت؟ ايوه. بص نزلت كده المايه خالص، الدرون رجع في امان الله، سنارتنا جوه خالص. استنوا بقى انا اظبط المكنه ونستنى بقى القرش، ان شاء الله قرش كبير. لسه هو كل ما يقرب يحاول يجري تاني. هو ده احلى حاجه في صيد الليل، الاحجام الكبيره بتطلع تاكل، القروش دايما موجوده بالليل. طلعت بسم الله ما شاء الله. هذا اول قرش معانا النهارده. طبعا هندور احجام على احجام اكبر من كده، بس ده زي اعتبر ده بلاك تيل صغير. طبعا الصغير ده بيبقى اكتر من الكبير. تعالوا نشوف السن جايباه ازاي. شايفين السن؟ شايفين اسنانه؟ في سن تانية قديمة على فكرة. والله؟ القديمة التانية. الله احنا حظنا دايما كده انقذنا سمكة من سن قديم. ده يا جماعة بسم الله ما شاء الله أول سمكة قرش معانا النهاردة، حجمه فوق العشرة كيلو. ده كده عن 15 كيلو أكيد. ده بلاك تيب، السنة اللي فاتت اصطدنا منه طبعا أكبر من كده. هنحاول اللي اكبر من كده شويه. هو بس ادى محاربه كويسه، وفي نفس الوقت كان الطعم مرمي جوه خالص. يعني بقى لي فتره كبيره ما اصطدتش قروش يا جماعه، يعني الواحد مبسوط قوي. لسه بيفوق كده يا جماعه. بص طبعا قبل ما ترجع القرش لازم بيبقى مد محاربه كبيره وقت كتير، فاللي هو بيبقى دايخ شويه، فاللي هو عاوز يعني ايه الميه تخش في خياشيمه كده، تلاقي مره واحده اول ما يفوق هيخبط بديله هسيبه بيمشي على طول. هو بص بوم جاهز اهو. قاعدين قاعدين قاعدين. هيجي معايا اوعى تيجي. يا راجل الامان ما هجمش عليا طبعا، بس يجي عليا. ما اعرفش ليه، انت بينك وبينه مطار باين، انما انا سليم دلوقتي. انا مركب ماسوره هنا جنب الصخور بحيث ان انا اعلق السناره، لان القرش ممكن ياخد
دقيقة ساعة ممكن ساعات، فعلى حسب بقى لو هم موجودين ولا لا. بس احنا كده كده الطعم كبير رميناه جوه خالص، فكل ما علينا دلوقتي انا المكنة يا جماعة، استنى بقى انا لازم اقفلها على الاخر دي، لان القرش مينفعش العب معاه، لازم اقفل عليها على الاخر. شايفين المكنة مقفول على الاخر. كل ما علينا دلوقتي سيبها في الصخرة. هي ديت يا جماعة الماية، وهي ماشية اتجاه الماية، فبتحاول هي تسحب خيط اكتر، بس هي بعيدة اوي، فهتفضل تعمل كده لحد ما حاجة تهجم عليها، واللي هو ان شاء الله هيكون قرش. بس كده تزورونا الاكل. ممكن ده يكون يسطا واحد كبير. هنكسر ريكورد النهاردة ولا ايه النظام؟ تعال تعال. ده احلى حاجة في القروش. تعصب. هتخش على البرج هنا
صيد القروش طبعا ده مش سهل بس ممتع، يعني كل تستحق التعب ده. الوحيد اللي محدش يقدر يهزر معاه. زمح. تعال بس تعال بس تعال. بسم الله ما شاء الله ده أكبر من التاني. هو ده اللي احنا بنقول عليه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه ده خلي بالك خلي بالك بسم الله ما شاء الله ده يا جماعه اكبر من الاول ده اللي دايما بتحصل عادي عادي هرجعك تاني ما تخافش بسم الله ما شاء الله يا جماعه ده سمك ده اعتبره اكبر واحد في سنه 2022 ده طبعا السن بتاعه عادي وده مش عارف بتاع حد انا ده يعتبر تاني سمكة قرش اطلعها النهاردة في سن فاحنا بنعمل خير وفي نفس الوقت بنستمتع شايفين ده يا جماعة ده سمكة الليمورة اللي بتلزق في ظهرهم ده بسم الله ما شاء الله شايفين ده بلاك تيب ده يا جماعة ما يعتبر من اشرس الاسماك هنا بسم الله ما شاء الله حجم كبير يعني ده لو كان جعان هيجي مع الواحد بس كده الامر بسيط ما عذبناهوش ولا اي حاجة حاربنا مع بعض ما تعذبش ولا اي حاجه زي ما شايفين الخطاف اتشال مره واحده عادي احنا عايزين نقيس ده نشوف ده مقاس طول قد ايه طول ما الميه بتخبط فيه كده يبقى يدي له وقت ان هو يعيش يعني بس ده بسم الله ما شاء الله يعتبر اكبر واحد السنه دي يعني طول يا جماعه 63 متر ونص بسم الله ما شاء الله ده يعتبر يا جماعه ايوه ده خلي بالك من الاحجام ديت يعني طبعا تخاف منه اوه ده بسم الله ما شاء الله محاربه يا جماعه دخلنا في حدود النص ساعه انا وهو بس وفي بوص اللي اكبر من كده طبعا وده بسم الله ما شاء الله حجم كبير برده بالنسبه للبلاك تيل طبعا ما بتسيبوش دايما اللي انت هو بيبقى محارب كتير وبيبقى دايخ فتمسكه شويه لحد ما يفوق بعد كده نرجعه الميه تاني ايه قلبي ده ده يعتبر زي ما عارفين لو انت متفرج عليها من زمان فاكيد عارف ان ده يعتبر سمك القرش المفضل الي بسم الله ما شاء الله ده انا قلت لاخويا اللي انا ايه احنا هنا من الظهر اصلا قلنا مش هنصطاد الا بالليل لان ده مش هيظهر الا بالليل بسم الله ما شاء الله يعني ايه طلع كلامي حق مش اول مره يعني يحصل معايا فاللي انا بصطاده دايما كل مره بالليل زي ما عارفين الليل طبعا للوحوش طبعا انا انصحك لو انت ما اصطادتش قرش قبل كده تنزلش مع المايه كده لانه ممكن غلطه واحده تلاقي عدك بغصب عنه يعني انما هو دلوقتي تعبان اللي هو عايز يفوق بعد كده اتعشى عشيناه طبعا ادى محاربه حلوه عايز يرجع المايه تاني هو جاهز بس انا عايز اتاكد برضه عشان ايه ما يموتش كده كده مش هيموت يعني هو بس اللي هو يفوق
فوق كده زي خبط مرة واحدة. انا طبعا ده كده اللي انا بعمله مش صح، اللي انا انزل مع المية او كده بس كده. هو ده اللي احنا بنقول عليه، ده يعتبر تاني سمك ترش معانا. تعالوا نشوف هنطلع التالت ولا لا. خليكم معانا كده يا جماعه، نكون انتهينا الصيد النهارده بسم الله ما شاء الله. يعني طلعنا قرشين النهارده، كنا نقدر نصطاد اكتر من كده بس احنا اصلا احنا هنا من الظهر كنا عاملين حساب ان احنا نطلع قرش تاني واحد كده كان كبير، والدرون عمل شغل جامد فالظاهر ان احنا هنستخدم الدرون الفتره الجايه كتير. يعني حابب اديكم نبذه عن العده اللي انا كنت بستخدمها، واللي هي يا جماعه ده بين فيرست سيز رقم 3 8000 ومعاه خيط 50 باوند. الواير اللي انا كنت بستخدمه للقروش ده يا جماعه جنزير كده، السن ده بيبقى جاي جاهز بس بركبه، وركب رصاص رقم 6، وده يا جماعه البن برضه فيرست سيز رقم 7 هيفي رود، وده اللي انا بستخدمه دايما للقروش. بس كده، يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي.